هذا وتهدف المشاركة الفاعلة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تهدف إلى إبراز تجربة البحرين الاستثنائية في التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب، وجعلها محط أنظار العالم في أكبر محفل دولي. نحو مجتمعات سلمية شاملة، عنوان ندوة رفيعة المستوى انطلقت أعمالها في مقر منظمة الأمم المتحدة هنا في عاصمة العالم المالية نيويورك، بتنظيم من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وبالتعاون مع جمعية هذه هي البحرين، حاملا بين طياته محطات مضيئة لا حصر لها من تاريخ البحرين الحافل بالقيم الإنسانية السامية من تسامح وتعايش سلمي، لتلقى إشادات واسعة من نخبة الدبلوماسيين ورجالات السياسة حول العالم. هذا المنتدى في منتهى الأهمية، لأنه يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لمظاهر العنف والكراهية والإقصاء التي نشهدها في كل مكان، ويطالب أيضا بضرورة احترام الأديان واحترام الشخصيات الدينية وعدم التسامح فيما يتعلق بهذا في هذه المسألة، وعدم القبول بمبدأ حرية التعبير حينما تتجاوز حرية التعبير حدود الاحترام المتبادل للثقافات والأديان. بين أروقة منظمة الأمم المتحدة المتخمة بكبار الشخصيات من مختلف أنحاء المعمورة، صور تزين معرضا مصاحبا للندوة شكلت انعكاسا حقيقيا لمرآة الحرية الدينية لأكثر من 20 ديانة ومذهب على أرض البحرين، ولتثبت للعالم من بيتها الأممي ما تملكه المملكة من باع طويل يمتد لعقود خلت في ممارسة ودعم مفاهيم حضارية في التعددية والصداقة والاحترام والتقارب الإنساني. مناسبة ستبقى راسخة في الذاكرة البحرينية بكل تأكيد، كونها تعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي بوصفها مركزا عالميا لتعزيز ثقافة الانفتاح والتعايش بين الثقافات المختلفة وإيمانها الدامغ بقدرة السلام والتسامح على فتح آفاق لا متناهية من التعاون بين الدول والشعوب، ونبذ المجتمعات المسالمة والمتماسكة كافة أشكال التعصب والكراهية والتطرف كافة. في قلب أكبر منظمة عالمية، تترك مملكة البحرين بصمتها الإنسانية عبر توثيق تجرباتها غير المسبوقة في التسامح والتعايش السلمي بين كافة الأديان والثقافات على اختلاف مشاربها، جانب تمحورت حوله مناقشات 193 دولة جاءت لتؤكد حتمية السلام للجميع. محمد جيوسي لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين، نيويورك.